بهذا الوقت انا بدي انضم لمسؤول الاعلام في حزب القوات اللبنانيه استاذ شارل جبور عبر تقنيه الزوم. صباح الخير استاذ شارل. صباح الخير لك استاذ يوسف. يعني اليوم هلا من شوي كنا عم نحكي مع دكتور بلال عبد الله وسالناه عن مساله الكلام اليوم بالصحف والقراءات حول هذا الحدث الكبير جدا يلي عم بغير موازين قوى في المنطقه. هلا بنشوف اذا بتوافقني حضرتك او لا، أنه وحدة الساحات اليوم مرتبطة مش بس بالساحة اللبنانية، وأنه في حال اليوم بده يصير في عمل عسكري على إسرائيل إذا ما تخطت الخطوط الحمر في غزة سيكون ليس فقط أو يفترض أن يكون غير محصور بلبنان. بدي أسمع رأيك. طبعا أستاذة جوزيفين، من الصعب أنه نقدر نحدد اعتبارا من هذه اللحظة كيف ممكن يكون مسار الأمور وتطورها، لأن الأمور كلها مرهونة بتطور المسألة كيف رايح. بس لا شك أنه فينا نروح على تقدير أول. بالتقدير الأول اللي أنا بروح معك على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، لا شك أنه نجحت حماس من خلال العملية العسكرية النوعية والمباغتة اللي عملتها بأنه تقدر تشكل الحدث وتخطف الصورة. لا شك وقدرت سجلت بمرمى إسرائيل هدف ثمين جدا قد يكون بالمرة الأولى ما حدا قدر يسدده قبله بهذه القوة، لا حزب الله ولا حدا. وبالتالي اللي عملته عملت شيء ضخم جدا. هلا هالشيء اللي عملته هذا شيء ضخم، هل قادرة تستثمره سياسيا؟ أنا بقول لك لا. يعني هل قادرة تكون حماس محل فتح؟ أنا بقول لك لا. هل حماس بدها تصفي هي المفاوض محل فتح عند الفلسطينيين؟ بقول لك لا. لأن ليش لا؟ لأن إسرائيل أكيد أمام هالضرر الكبير اللي لحقته حماس بصورتها، بدها تجرب تقتلع كل قواعدها العسكرية وإمكانية إنه هي تقدر تبقى بهذا المحل. اثنين، هل هذا الشيء قادر الفريق اللي قام فيه؟ لأنه أنت أي عمل عسكري بده يكون فيه له استثمار سياسي. إذا عمل عسكري بدون استثمار سياسي بيبقى بهذه المحدودية. ما هو الاستثمار السياسي اللي بدها تروح عليه حماس؟ يعني أنت هل قادرة توقفي المسار التطبيعي اللي ماشي بالمنطقة؟ ربما قادرة تفرمليه، ربما قادرة تأخريه. نروح أبعد من هيك، ليش مين بعد في معامل تطبيع مع إسرائيل؟ المملكة العربية السعودية اللي كانت بلشت بأولى خطواتها. نعم. هل هذا الشيء بده يخليك تراجع لورا؟ أنا بشك إنه تتراجع. بس هي ربطت هذا الموضوع بحل الدولتين، يلي حتى الساعة في قراءة بتقول إنه ما يحصل اليوم في غزة قد يمهد لهذا الموضوع، علما منا طبعا إنه غزة لا تعترف بحل الدولتين. سوري حماس. طبعا طبعا لا لا لا، تقول لك شو هلا، هذا يلي عملته حماس ما له علاقة بحل الدولتين. أنت عم تقولي اللي عملته حماس هي عم تقول إحنا قادرين. لا شك إنه إسرائيل بقى تعمل قراءتين أساسيتين. القراءة الأولى إنه هي طريقة استكبارها وإهمالها بطريقة تعاطيها مع السلطة الفلسطينية خلت إنه يكون في منظمات مثل حماس وغير حماس موجودين وجهاد وغيرهم، وبالتالي على القيادة الإسرائيلية تستدرك إنه هي أمام حلين لا ثالث لهما. يا إما بدها تروح على سلام حقيقي يكون في دولتين ويكون في دولة فلسطينية سيدة فعلية، يا اما بدها تبقى بهذا المسار المقاومتي ما حتقدر تقضي عليه. بينما لو كان في دوله فلسطينيه فعلا بكل معنى الكلمه، كان صراع حماس والجهاد وغيرهم مع الدوله الفلسطينيه مش مع اسرائيل، وبالتالي اسرائيل ارتكبت خطيئه بطريقه تعاطيها مع السلطه الفلسطينيه. اثنين، اسرائيل اليوم عندها امام خرق امني خطير، بدها ترجع اكيد تعيد ترتيب وضعيتها بهذا المكان. ولكن حتى ما نضخم الامور اكثر من ما هي بتحتمل، لا شك انه اللي قدرت عملته حماس عملت شيء استثنائي، بس ولكن هذا الشيء الاستثنائي هذا ممكن يصير نتيجه تحضير متقن بهذا المكان، بس لا قد حدوده، يعني انا ماني شايف انه في حدود اذا بدك على تغيير على مستوى خرائط الشرق الاوسط. ما حصل في غزه بدا في غزه وينتهي في غزه. برايك ينتهي اذا بتريد اوكي لنرجع على لبنان، برايك ينتهي بغزه ولا ممكن ينسحب على لبنان؟ لانه اليوم كل الكلام عن انه في حال اجتاح العدو الاسرائيلي غزه هذا يمكن ان يمهد الى فتح ساحه مواجهه مع لبنان. وهلا استاذ علي بركه كان معنا على الخط ويقول انه من حق حركه حماس ان تستعين بحلفائها كما تستعين اسرائيل بحلفائها، وبالتالي اليوم اي امكانيه لخرق الخطوط الحمر يمكن ان تؤدي الى حسابات اخرى. اولا خلينا نميز بين امرين، اذا طلع اي صاروخ فلسطيني من لبنان حماس او غير حماس
يعني هذا خرق للسيادة اللبنانية، ويجب أن يقمع، ويجب أن يلاحق، ويجب أن يتم توقيفه. حماس تخوض بنجاح عمليتها العسكرية في داخل غزة، عليها أن تبقى داخل غزة، وبالتالي هي لا ما عليها إطلاقا أن تحاول توريط لبنان بهذه المسألة. اثنين، إذا حزب الله قرر الدخول، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع، هي أضعف من أن تقدر توقف حزب الله. هون السؤال، هل إيران بدها تفوت مباشرة بهذه العملية؟ لا يبدو ذلك لغاية اللحظة أن إيران في وارد الدخول في هذه الحرب، بل بالعكس إيران عم تقول أنا ما لي خصة باللي صار، علما أنه ما حدا بيقدر يصدق هذا التدريب وهذا التسليح والأهداف السياسية، لأن الهدف السياسي لا إيران أنه تقدر توقف المسار الطبيعي اللي بلش عم يحسرها بمكان ما. سؤال آخر، هل حزب الله، وهون العملية، أنت مين بده يفوت غير حزب الله؟ ما في حدا، لشو في غير حزب الله بعد ما في شيء؟ سوريا بده يفوت، بشار الأسد بده يفوت، في حزب الله، هل حزب الله سيدخل؟ نعم. المؤشرات الأولية بتقول أنه الحزب ملتزم بقواعد الاشتباك ولا يريد الذهاب أبعد من ذلك، وفي حال قرر الذهاب أبعد من ذلك من نزهة؟ لا عليه ولا غيره. لماذا؟ لأن إسرائيل اليوم هي دولة مجروحة بالصميم نتيجة الهزيمة، أو إذا بدك الضربة المعنوية الكبرى التي تلقتها. ولكن هذه الضربة هلأ تحدودها، ما في شيء اسمه إسرائيل، زالت إسرائيل من الوجود في هذه المسألة. وبالتالي أمام هذه الضربة القوية بدها تكون ردة فعل منا طبيعية، لأنه هي مجروحة ومصابة بهذا المكان. هل يتحمل حزب الله هذه المسألة؟ هل تتحمل إيران أنه تكون عم تخسر، إذا بدك، درة التاج تبعها حزب الله بعملية ما بتقدر توصل فيها لمحل؟ ولذلك أنا أعتقد أن لا إمكانية لتوظيف سياسي لما حصل. نعم. أوكي، ما حصل في غزة سينتهي في غزة. حزب الله لن يدخل في هذه المسألة، لأنه دخوله في هذه المسألة يعني عمليا ممكن تصفي نهاية ورقته السياسية، ساعتها عم تروح على إعادة ترتيب على مستوى لبنان، بس هذه لم يكن لها انعكاسات على الدول التي طبعت مع إسرائيل. نعم. وبالتالي المسار الطبيعي سيستكمل بفصوله بالمرحلة المقبلة. سؤال أخير عن الرئاسة في لبنان. الرئاسة اليوم أجلت، شو صار فيها؟ طارت؟ لا، سرعت هالأحداث، ممكن أن تسرع بالرئاسة؟ لا، ما فينا نقول أنه هذه الأحداث ممكن تأثر، طالما الساحة اللبنانية محيدة، نحن عكلنا سوا بحالة إذا بدك يعني عم نتفرج شو عم بيصير داخل الساحة الإسرائيلية بين إسرائيل وبين حماس، وبالتالي لا، هذا الموضوع مؤجل طبعاً، بطل أولوية لدى القوى السياسية، بطل أولوية لدى اللجنة الخماسية اللي هي عم تتحرك تجاه لبنان، أصبح الكل عم ينظر عن تداعيات هذه الأحداث، لأنه فعلاً إذا هذه الأحداث شملت لبنان، من بعد بفكر برئاسة، صرت بمحل آخر. نعم. بس طالما لم يتورط حزب الله لغاية اللحظة، لا، ما زال لبنان بمنأى عن هذا المسار، وبكل الأحوال قبل هالأحداث وبعد هالأحداث اللي صارت بموضوع غزة، الموقف صار واضح، خلص الرئاسة، دخلنا في استاتيكو شهور طويل. لماذا؟ لأن حزب الله رفض الخيار الثالث، رفض الخيار الثالث مع قطر، رفض الخيار الثالث مع فرنسا، وبالتالي دخلنا في استاتيكو شهور. كيف يمكن أن يكسر هذا الستاتيكو؟ هو السؤال، هل يكسر من خلال هذه الحرب إذا امتدت إلى لبنان؟ هل يكسر من خلال وضعية سياسية بالداخل؟ هل يكسر من خلال قرار خارجي؟ لا ندري صراحة، بس أكيد دخلنا في ستاتيكو شهور، والتفكير يجب أن يتركز كيف يمكن كسر هذا الستاتيكو من خارج الداخل. نعم، شكرا لك سيد شارل جبور على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك.